بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نتفيأ ظلال عشر ذي الحجة الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا فيه من المقبولين. وعندما يدخل عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة تتحرك الأشواق، أشواق المحبين، فكثير من المحبين، كثير من الناس ينتظرون هذا الموسم ليكرموا بحج بيت الله الحرام. وأنا أعلم أن نادرا الذي بيننا الآن قد عقد العزم على الحج وهيأ الترتيبات، لكن كورونا وما أدراك ما كورونا، لأنه ما لغير العاقل، ما رح نقول من كورونا، وما أدراك ما كورونا قد حالت بين حجاج بيت الله الحرام وبين المشتاقين الذين عقدوا العزم وجددوا نيتهم لكي يعني يذهبوا إلى الحج. والسؤال اليوم أيها الإخوة الأكارم ويا نادر الخير، هل إذا حيل بين الإنسان وبين حج بيت الله الحرام هل يذهب ثواب الحج؟ هل أولئك الذين هيئوا أنفسهم ورتبوا يعني الأمور حتى يصلوا إلى هاتيك البقاع إلى بيت الله الحرام، هل حرموا ثواب الحج؟ قطعا لا. هناك أمور من فضل الله يا نادر، كملوا الله يرضى عليكم، هناك أمور الله، أنت في دبي وأنت بين أهلك وبين أولادك وفي مسجد الفاروق، يكتبك مع من يطوف حول الكعبة. كيف؟ طيب الآن باعتبار كورونا ما في حج إلا لعدد قليل بظروف استثنائية بضوابط، لكن الذي يكون في دبي أو في لبنان أو في سوريا أو في أي بلد من بلدان العالم وهو قد نوى الحج لكن ما جاء إلى الحج، هل فاته الثواب؟ لا طبعا. وهناك أعمال كثيرة سأقف اليوم عند عمل واحد منها، في دروس أخرى إن شاء الله إن كنا من الأحياء آتي على الأمور الأخرى، لكن هناك أمر إن التزمناه كتبنا الله مع حجاج بيت الله الحرام. كلكم حافظين حديث أنه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة مقبولتين، ومقبولتين في رواية تامتين تامتين. هذا الحديث وأشباهه صحيح، لكن لا يعني سقوط فريضة الحج، وإنما يعني ثواب فريضة الحج. طيب ما هي الأمور التي أصل بها إلى ثواب الحج؟ من مثلا ذكرنا منها صلاة الفجر في جماعة وحضور مجلس علم ولا صلاة الضحى. أردت اليوم أن أقف عند أمر هام جدا يسمى قضاء الحوائج للناس. شو اسمه؟ وأنتم كلاكما أيقونتان إن شاء الله لمساعدة الناس لقضاء حاجاتهم، فالله لا يخزيكم أبدا بإذن الله تعالى. ما هو الدليل على أن قضاء حوائج الخلق وحوائج الناس سبيل وسبب أساس ورئيس لثواب الحج؟ سأذكر يعني بعض المواقف من السلف الصالح وبعض الأحاديث. الحسن البصري أرسل محمد بن نوح مع رجل آخر حتى يقضوا حاجة فلان من الناس، قالوا له، فقال مر على المسجد وخذوا معكم، اللهم صل على سيدنا رسول الله، ثابت البناني. شو اسمه؟ ثابت البناني، خذوا معكم. قال فمروا عليه وهو في معتكفه، قال ويحكم، هو عم يقول لهم أنا في معتكفي بدي أقطع العبادة مشان أروح أضيله شغلته، أنا بالعبادة، فأشخصناه زورناه يعني
شو انت شو عم تحكي؟ اما في روايه قالوا له كلمه يعني مو كثير لطيفه، انه انت ما سمعت حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان قضاء حاجه المسلم يعدل ثواب كذا وكذا وكذا وكذا، وخرج معهم. فاذا قضاء الحوائج للناس لا يقل باي حال من الاحوال عن اداء فريضه الحج، خاصه الان ما في حج. قضاء حوائج الناس هذه مهنة مين يا نادر؟ مهنة الأنبياء. وإذا أردتم أن تكونوا أنتم كذلك إن شاء الله على سيرة الأنبياء وعلى خلق الأنبياء، فحرصوا على التزام قضاء حوائج الناس. تعالوا بنا نقرأ القرآن الكريم كيف ذكر لنا سيدنا موسى كيف كان يمشي ويسعى في قضاء حوائج مين؟ الناس. في آية أنا بقرأها أنت بتسمعها دائما، ولما ورد ماء مدين، سيدنا موسى لما مر على المي بمدين وجد عليه أمة من الناس يسقون بدهم يشربوا مي، ووجد من دونهم امرأتين عم يدفشوا تذودان، فوجد سيدنا موسى المرأتين هنا وجود هاتين الفتاتين بين هذا الزحام الشديد اعتبره مصيبة. شو الدليل يا نادر؟ قال ما الخطب يعني المصيبة، ما خطبكما؟ شو جابكم لهم؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فقضى حاجة هاتين الفتاتين، لماذا؟ لأن أبوهما لأن أبيهما أو لأن أباهما كان رجلا كبيرا، كان عجوز. دليل قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينفض السامر يعني حتى يروحوا، وأبونا شيخ كبير، نحن ما عندنا حدا يساعدنا. فربنا قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. لاحظوا بعد قضاء الحاجة قال ربي انتبهوا، هذا درس أدبي لكل إنسان أكرمه الله عز وجل وشرفه واستعمله في خدمة الناس. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكأن كليم الله موسى يقول لنا الله عز وجل من خلال هذه الرسالة الأدبية أنك إن وفقت لعمل مساعدة الناس مو بمالك مو بجهدك مو بشطارتك، وإنما هو بتوفيق الله لك، بدليل أن سيدنا موسى بعد أن سقى لهاتين الفتاتين ما قال لهم أنا وساويت لكم وزلهم وفضحهم وصورهم وقال لهم أنا، ويروح على البيت لعند أبوها بيقول لها أنا سقيت، لا، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو نسب الأمر كله لفضل الله وتبرأ، قال أنا فقير. فإذا قضاء حوائج الناس هو من عمل الأنبياء. مين أول واحد يا نادر؟ سيدنا موسى. النبي الثاني هو سيدنا عيسى. اليوم طارق مشان ما نظلمه بشو مشغول أنا ما بعرف. سيدنا عيسى شو كيف كان يسعى في قضاء حوائج الناس؟ قال تعالى عن سيدنا عيسى اللهم صل على سيدنا رسول الله، قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. شو قبله؟ جعلني مباركا أينما كنت. قال مباركا معناها وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا لخلق الله. المبارك هو الذي ينفع الخلق، أي نفاعا لخلق الله. سيدنا عيسى كان نفاع يمشي بحوائج الناس. بعد أن ذكرت لكم هذين النبيين العظيمين نأتي إلى سيد الأنبياء والأولياء والأصفياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد كان قبل البعثة يقضي حوائج الناس، وكان بعد البعثة يقضي حوائج الناس، وأمثلة كثيرة، لكن باعتبارنا نقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه وأن يسقينا آمين من كفه الشريف إن شاء الله بخدمتكم يا نادر ويا طارق، وإن شاء الله عبد الكريم والجميع إن شاء الله، وكل من يعني أكرمنا ولاذ بنا في مجلس العلم. إن شاء الله أسأل الله أن يجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد كان
قبل البعثة يساعد الناس، وبعد البعثة يساعد الناس. أما قبل البعثة فتحفظون الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل من الغار، أول ما يعني نزل من الغار، قالت له سيدة عائشة، سيدة خديجة لما كان خائفا، قالت له، قال لهم زملوني زملوني، فقال صلى الله عليه وسلم، قالت له لا يخزيك الله أبدا. فذكرت له خمسة أمور قال العلماء هي ضد وعكس يعني كلها تصب في قضاء حوائج الناس، يعني هي مضادات الخذلان. شو هي مضادات الخذلان يا طارق يا نادر؟ طارق أنا منظر إلى نادر، الله يرضى عليه. شو هي؟ نعم، هذا جواب دبلوماسي يدل على أنه فعلا مدير وعنده إدارة ذكية. شو هي الخمسة؟ ما ذكرناهم. ما شاء الله، بدي أسوي مقابلة مع طارق، الله يعينه معناته. طيب الله يرضى عليك، ما شاء الله على سرعة البديهة. صلى الله على سيدنا محمد. قالت له يا، قالت لسيدنا رسول الله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك تحمل الكل. يعني شو معنى تحمل الكل؟ مو بتشيله، الكل باللغة العربية الضعيف، يعني مو بتحمله، يعني أي تحمل تقضي حاجته. تحمل الكل، الكل يعني الضعيف، أي تحمل حاجته. وإن الثانية تكسب المعدوم، لاحظوا كل هذه قضاء حوائج، وتكسب المعدوم. مين المعدوم؟ يعني تنصر من لا نصير له، تنصر من لا نصير له. وتقري الضيف، هذه كلها قضاء حوائج. وتعين على نوائب الدهر، واحد عنده مشكلة يتفرج عنه كذا، كلها هذه من هذه خمسة أمور تختص بقضاء الحوائج. هذا متى كان يا نادر؟ قبل البعثة. هي عم تقول له أنت هيك فمستحيل الله يخزيك. بعد البعثة سأحكي لكم، طبعا هناك أمثلة كثيرة، سأحكي لكم قصة. مين أكثر إنسان يكشف الإنسان؟ مين يعني أكثر واحد بيعرفك بالبيت؟ الزوجة. غير الزوجة شغالة، شوام شو عندهم مثل، مين بيفضح الأمير؟ الكنة والأجير. الأجير يعني شغالة بالبيت، يعني بتعرف صاحب البيت إذا عصب شو بيحكي، تشوف مطلع على كل شيء. فخادم سيدنا محمد سيدنا أنس بيعرف كل شيء، فيقول سيدنا أنس كان يأتي الأعرابي عند إقامة الصلاة. لاحظوا يعني مو عند الصلاة، لما بده يقيم الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نقيم الصلاة، فيأتي الرجل فيقول يا رسول الله إني صاحب حاجة إليك. قال فيوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين رسول الله والقبلة حتى ينام الصحابة. هو عم يجادله، هو النبي واقف بالمحراب يعني بده يصلي، فالنبي ما أخر صلى الله عليه وسلم، يعني انتبهوا، كان ممكن يصلي يقول له بعد الصلاة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول سيدنا أنس فيقف بين رسول الله والقبلة حتى ينام الصحابة، يقضي لهم حاجتهم. هذا بعد البعثة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن لله نعما يديمها على أقوام ما قاموا بحوائج الخلق، فإن ملوها يعني داخلهم أزالها الله عنهم. يعني واحد بيجي لعند الله يرضى على نادر يقول له أخي أنا بحبك وأنت مدير طيب وحنون ومبين عليك يعني قلبك هيك في رحمانية، عندي حاجة على عيني، بيرجع بيتغلظ عليك، بيهلكك بالتليفونات. آخر شيء هون تتذكر هذا الحديث، قول ليش بدي طول بالي، لأن أنا ما بدي منه شيء، بدي من الذي رفع السماء بلا عمل. وكمان هيك طارق إذا إجا واحد يتغلظ عليك بشغل ذكروا هذا الحديث. قال لأنه والله كان هذا الحديث يذكره أحد مشايخ الشام لما يقرأ يبكي، بيخاف من هالكلمة. يقول فإن ملوها، أنه ملوا أنه الله عز وجل جعل حوائج الخلق إليهم مشان ما هن يحتاجوا. قال فإن ملوها أزاله الله عنهم، فكانت هذه علامة لعدم محبة الله لهم. طيب صلى الله على سيدنا محمد. الله الله الله
اللهم صل على سيدنا. طولنا عليكم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وذكرت لكم مرة أن التكليف الرباني يخضع إلى شرع وهو شرع وإلى طبع، والطبع الإنساني، الطبع الإنساني كلاتنا يعني، الطبع الإنساني فردي، الطبع الإنساني فردي يعني يعني واحد الإنساني مو المؤمن بحب حاله. ومن لطيف ما سمعت واحد من أحبابنا عم بحكي إنه كيف الأب بيفني حياته بحب أولاده، قال لي لا فادي ولا أولادي، قلت له ما فهمت شو يعني، قال لي أنا قبل أولادي. يعني في ناس هدول استثناء ما نفيهم. قال الطبع الإنساني فردي، أما التكليف الرباني جماعي، التكليف الرباني جماعي. فأمرنا أن نخرج من ضيق الطبع الإنساني الفردي إلى سعة التكليف الرباني الجماعي، لأن فيه مقاصد الشريعة. طيب أدلة على قضاء الحوائج بشكل سريع. يروي سيدنا أبو سعيد الخدري يقول بينما نحن في سفر، يعني النبي أصلا مسافر صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا أقول سفر شو بتتخيلوا أنتوا السفر، مسافر يعني طيارة درجة أولى وما شاء الله أوتيل وفي السيارة لوميزين بدها تأخذوا، لا سفر بالعكس، يعني السفر أيام زمان يعني الناس يا دوب معاها الأكل والمي، يعني كل شيء محسوب لأنه ما في شيء. قال إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل زاد، صار يطلع هذا، فالنبي قال اللي عنده أكل زايد، من كان معه فضل، من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني اللي عنده راحلة زيادة يعد يعطيها لواحد ما عنده أو يطالعه معه، ومن كان له فضل زاد فليعد على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا، شوفوا هنا الشاهد كلام سيدنا أبو، في كلام سيدنا أبي سعيد الخدري يقول حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني ما كأنه بدنا نصدق بكل شيء. طبعا هذا في صحيح الإمام مسلم الحديث، قال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، هذا كله مشان نساعد الناس. طيب صلى الله على سيدنا رسول الله. الله، فعلامة سخط الله عز وجل أنك إن هيئت لك فرصة لمساعدة الناس تنكبت وتألمت. طيب هلا بتقولوا لي يعني في ناس صادقة، في ناس محتالة، في ناس، في ملمح قرأته بعض الصحابة اسمه حكيم ابن حزام، هذا كان خال تقريبا خال السيدة خديجة أو من أقربائها، كان يقول أنا أعزي نفسي إذا واحد ما جاء طلب مني حاجة مو شرط مال، قال له الله يرضى عليك بتعرف مثل فلان، حكينا يا خلي شغلنا فلان، إذا أنت مثلا بتعرف حدا الله يرضى عليك كذا، يعني إنه هو بيحس بطرب. سيدنا عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين كان يترك السنة، يسألوه ليش ما تصلي سنة، قل له أنا السنة سنة، أما خدمة الناس قضاء حوائج فريضة. وهي بيجيب تاجر عليك النصيين والظلاميون يقول لك أخي لا وكذا، وبتلاقي بطول ساعة بيصلي لك ساعة وما بعرف إيش وبيبالغ وتارك شغله. أحد الأفلام يحطوا لك واحد أنه بيجي عليه الممثل الفلاني بهذا الفيلم الذي يرسم صورة غير صحيحة للمسلم الصحيح، لكنها موجودة للأسف في المجتمع، أنه بوقت عمله تارك شغل الناس وزحام وقاعد يصلي الضحى، ولما قال له قضي لي حاجتي وانت هلا مو وقت هذا وقت عبادة، قال له
يا كذا يا كذا يا كذا. فهذا الجهل، لأنه في ناس بتفكر أنه هي يعني بالتشهي. لا، قضاء حوائج الناس يا طارق ليست بالتشهي، وإنما هي فرض كالصلاة والصيام. قضاء حوائج الناس ليست بالتشهي. طيب، شو الدليل عليها؟ ارفع صوتك. صلى الله عليه وسلم، أي نعم، هذا دليل أنه هو ابن عباس لما قال له والعهد بهذا قريب، لأن أمشي في حاجة أخي خير من اعتكاف في مسجد هذا 40 يوما أو سنة أو إلى آخره. نعم، هذا نعم صحيح، لكن في دليل آخر من القرآن الكريم. الله قال وتعاونوا، فعل أمر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالأمر بالتعاون على البر والتقوى أمر رباني. طيب، فعلامة السخط أن تتألم إن جاءك إنسان. حكيم بن حزام كان يعزي نفسه إن لم يطرق بابه سائل حتى يطلب منه مساعدة. طيب، وعلامة على مرضات الله أن يسوق حاجات خلقه إليك. يعني من علامة أنه الله بيحبك أنه الله عز وجل يجري قضاء حوائج الناس على يديك. وإن أقصر علاج وأصدق علاج وأنجع علاج للحزن والاكتئاب أن تساعد الناس. وجربوها. أحيانا الواحد منا، كلنا ذاك الرجل، يعني بيته أهله أولاده حياة دنيا، يحزن يتألم عنده هموم، يعني بيمشي سيارته على رجليه بالسوق كذا، فالله عز وجل يرسل له، الله يرسل له، مو هو بيدور، الله بيبعث له شغلة لا على البال ولا على الخاطر، بيروح ينشغل فيها، بساعد فلان واحد ما بيعرفه، شغلة معينة يعني ليست مال، مو شرط انه مال، فسبحان الله بينشغل فيها بلذة. نحن مجتمعنا بنسميها شهامة ومروءة، صحيح، لكنها مرتبطة بمعنى أخروي. يعني أنا بساعد فلان إنه عبادة، وليس فقط مشان ما يقولوا عني إنه هذه نوع من الخسة والنذال، لا استغفر الله، هذا شيء آخر. العرب كان فيها كرم، بس الكرم مرتبط بماذا؟ بخاف بيطلع بيفضحنا، هذا مثل الشعر، فات ما حطينا له عشب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فأنت بعيد من هون الطاعم الكاسي. يقول علماء الأدب العربي إن هذا البيت من أكثر بيوت في العربية هجاء، هذا اسمه الزبرقان، لما أرسله سيدنا عمر فقال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فأنت الطاعم الكاسي، هجاه فضحه لأنه اتهمه أنه بخيل. ففي واحد بيخاف من المعرة مشان ما يحكوا عليه، هو مو كريم بس بيعمل حاله منفخجي، يعني مثل ما بيقول المتنبي ليس سخاء، شو تساخية، بس هو من جوا يا ريت ما تاكل بالهون بالمطعم ولا لك. مرة حكى لي هيك، كنا في احدى البلاد العربية، ف كنا مدعوين في مكان، فصاحب الدعوة يعني في مكان، فمسكين عم يناولوا قطعة اللحمة وإيده عم ترجف، فبعد ما انتهينا سألت فلان، قلت له شو قال لي، أنا كنت عم باكل أصلا وعم بالغ بالطعام مشان جاكره لهذا، قلت له ليش، قال لي ما شفت إيدك كيف عم ترجف هيك، كولا قلت له، يعني في ناس سبحان الله ليس سخاء بل تساخية. صدقا كنت أقرأ بكتاب أكيد أنتم طلعتوا عليه اسمه البخلاء للجاحظ، هذا سووه من زمان إذا بتتذكروا الشام، مسلسل باللغة العربية الفصحى، كان يسووه يعني يحطوا مثلا أنه يكون واحد عم يأكل دق الباب يشيل الصينية السفرة بيحطها تحت التخت وكذا، وبيعمل حاله أنه ما بعرف إيش، فكنا نحن نستغرب نضحك أنه معقول في ناس هيك. هذا شو اسمه؟ لئيم. فاللؤم لا يجتمع مع قضاء حوائج الناس، لأنه اللئيم يقول لك
حمد انت محمد فخار كسر بعضهم وهيك يقول لك شو دخلنا خربانة وخربانة شو أنا ما لي علاقة. إذا كنت تستطيع أن تساعد. والنبي قال عليه الصلاة والسلام والله الآن جاء الحديث شركم من يأكل وحده. في واحد يحب يأكل وحده ما بخاف، أو في واحد كمان من هدول الجربانين مروا معي إنه مثلا عم يأكل بيحط اللحمة آخر شيء، بيعرف ليش بيحطها مع طرف بيأكلها آخر شيء، بعدين بخاف إنه في واحد كان من البخلاء العرب اسمه أشعب كان يقول ما أكثر الطعام لولا كثرة الزحام، يعني إنه خايف ما حدا يشاركه. هدول خسروا إذا يكون منهم، يعني البخيل لا يمكن إنه يكون في همة لمساعدة الناس. قال عليه الصلاة والسلام شركم، بعيد من هون، شركم من يأكل وحده ويمنع رفده، يعني بيمنع المساعد عن الناس. لاحظوا النبي ربط بين البخل، ربط صلى الله عليه وسلم بين البخل وبين منع مساعدة الناس. طيب اللهم صل على سيدنا رسول الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهو علاج للاكتئاب وعلامة لمرضاة الله وعلامة لمن تركه لسخط الله عز وجل. يعني أنا ما حتى لا أطيل عليكم أقف هنا، يعني بشكل سريع مشان الراجع مع الله يرضى عليه طارق اليوم نسأله من الأمور التي يكتب الله لك ثواب الحج فيها ما هو؟ قضاء حوائج الخلق، تمام؟ شو الدليل؟ قلنا إن قضاء حوائج الناس يعني هذا ديدن الأنبياء، ذكرنا سيدنا موسى وعيسى وسيدنا محمد قبل البعثة وبعد البعثة، وذكرنا أن قضاء حوائج الناس علامة على مرضاة الله، وأن ترك مساعدة الناس علامة على سخط الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يا رب أن تقضي حاجات الناس كلهم. اللهم اقضي حاجات الناس كلها، واقضي حاجات الناس كلها يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اقضي حاجات الناس كلها، اللهم اقضي حاجات الناس كلها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات. اشفي وعافي جميع المرضى يا رب، اشفي وعافي جميع المرضى يا رب. ارفع هذا الوباء وهذه الجائحة عن العالم كله في القريب العاجل، واقضي حاجات الناس يا أرحم الراحمين كلها. اللهم اقضي حاجات الناس كلها يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقضي حاجات الناس كلها برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم جميعا.